يوم السكر العالمي في 15 نوفمبر من كل عام مناسبة لخلق منصات لتبادل المعرفة والخبرات والنصائح إلى الجمهور الكريم. تقريبا في كل عائلة هناك شخص مصاب بالسكر أو أحد أنواعه. هذا المرض يسمى المرض الصامت، لكن إذا كان هناك وعي وكان هناك فحص دوري ورياضة واختيار الغذاء ومتابعة دورية، لا شك أنها تصنع فرقا لصالح جودة الحياة. اليوم هناك معاقين هم نتيجة لإهمال أنفسهم في علاج السكر. السكر ممكن يضرب العين، ممكن يضرب الكلى، ممكن يضرب الكبد، ممكن يضرب الأطراف الصناعية. كل هذه احنا في غنى عنها اذا استثمرت التعليم في الوصول الى المعلومه وترجمتها الى معتقد في الضمير ثم سلوك صحي ايجابي. لكل الحلوين في نادي الحلوين من مرضى السكر نقول بيدك انت ومعا نصنع الفرق. الله يحميكم ويرعاكم ويديم عليكم اثواب الصحه والعافيه. احنا هذا اليوم وجد على مستوى العالم لنؤكد على ضروره مدى أهمية مرض السكر، ولنؤكد ونطمئن مرضى السكر أن بإمكانكم التحكم بهذا المرض، بإمكانكم التغلب عليه إن شاء الله، فقط إن تكيفتم معه، وذلك عن طريق الأكل المنتظم والرياضة المنتظمة، وعن طريق أخذ الفحوصات المنتظمة والمواعيد مع طبيبك المختص، وذلك لتجنب المضاعفات التي لا سمح الله قد تصيب الكلى أو العينين أو الأعصاب. وهذا ما نريده لإخواننا ولنا ولكم، ونشكركم وعسى رب يحفظنا ويحفظكم. الحوامل يون عندنا نسوي لهم فحص روتين شوغر فاستينج وبعد الأكل، فإذا صدف إن هي فيها شوغر لازم تتحول حق المستشفى، وهي لازم تساعد نفسها بالرجيم. واللي أصلا شوغر من الأصل من أول بداية الحمل راح تراجع المستشفى، لأن هذا يأثر على ولادتها. هي تولد طبيعي، راح تولد ولا ننطر ولا تولد قيصرية، ويكون لها متابعة بالسونار حق الحجم وحق المي الجنين. الصيادلة في قسم الصيدلية دائما يسعدون في تلقي ملاحظات المرضى وأيضا تقديم النصح لهم بالطرق الآمنة والطريقة الصحيحة لاستخدام الأمثل للأدوية وخاصة الأنسولين. احنا طبعا نقدم خدمات، ومن نوع من الخدمات هذه قدم المعلومات الصحيحة السليمة حق مريض السكر، منها انه يقوم بالفحص الدوري الضروري جدا حق مريض السكر، وذلك للمحافظة على متابعة بالارتفاع أو بانخفاض مريض السكر. ونحاول بعد من الأشياء اللي نقدمها لمريض السكر أن نعطيه بعد نوع من النصائح، المراجعات لأقسام دكاترة الأسنان أو الأقسام الأخرى. تكلمنا عن يوم السكر العالمي. النهاردة فعليا يوم السكر العالمي، بس بنحاول نعمل توعية للمراجعين اختار مرض السكر ومضاعفاته على بقية الأجهزة في الجسم، وفي نفس الوقت بس النصائح بسيطة كده ازاي يمشي على نظام غذائي متوازن، رياضة، شغلات بسيطة كده من الهدايا، طبعا كلها صحية اذا كانت فواكه او اذا كانت الاشياء المضرة بالصحة. شكرا لكم. نصائح تقدمينها بيوم السكر العالمي لمرضى السكر؟ احنا بيجينا المرضى ومنتابع معهم لمرضى السكر، ومنعلمهم كيف العناية بالقدمين، انه نغسل الرجلين على طول ويشوفوا فيها اذا كانت جروح ولا اي قدم في جرح ولا اي شيء، والاستمرارية بالتابعة اي في اي شيء يكون موجودين فيها، واي اذا كان تقرحات او اي شيء بيجوا على دكتور السكر، ودكتور السكر ان شاء الله بحولهم على العناية بالقدمين. جواكم الله.